من عام تحرير مدينة تسيل من رجس الدواعش بفضل قيادات الجيش الحر والجيش الحر البطل في محافظة درعا الجبهة الجنوبية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تم بعون الله تحرير بلدات عدوان وتسيل وجليد والشيخ سعد وسحب وفتح الطريق لحيط، والآن نحن في وسط تسيل بعون الله ماضون حتى تحرير كامل قرى حوض اليرموك من رجس الدواعش. المشاركون كافة غرف عمليات القيادة المشتركة تحت إدارة دار العدل، غرفة عمليات زحم، غرفة عمليات نوى، غرفة عمليات عين ذكر. الله أكبر، لا إله إلا الله. تكبير. الله أكبر. الله أكبر.